الفيلم اسمه Scary Stories to Tell in the Dark. طب ما هو ممكن يولع النور عادي جدا ويقول القصص يعني. ايه رأيك في الانترو يا خوصتيكا؟ حلو؟ لا باليز لا باليز لا انكم شكاير الغدارين. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنعمل السفر رياكشن جديد، والتريلر اللي هنعمله رياكشن فيلم سكاري ستوريز تيل ان ا دارك. التريلر ده بصراحه هكون صريح معاكم، التريلر ده انا كنت بصراحه مشتت اعمله ولا ما اعملهوش. التريلر ده نزل بقاله تقريبا داخل في 4 5 ايام، برضو لسه ما شفتهوش. الحاجه الوحيده اللي خلتني ان انا ممكن اقدر اتحمس ان انا اشوف التريلر بتاعه ان البروديوسر بتاعه جيليرمو ديل تورو، اللي كان كسب السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا الاوسكار عن فيلم ذا شيب اوف ووتر، وطبعا ليه اعمال كتيره جدا مشهوره منهم بانس لابيرينث، كان اترشح عفوا اوسكار بس ما كسبش اوسكار. المخرج ده انا بحبه جدا، بس مش عارف اذا كان هيبقى ليه في تاتشات جيليرمو ديل تورو في الفيلم ده، لان هو مجرد بس بروديوسر، هو لا دايركتور ولا كاتب في الفيلم ولا اي حاجه. بس ما اعرفش ليه حسيت ان الاسم كده منشيت كبير شدني يعني، ما مش عارف، اتمنى انه يعجبني. انا قلت اعمله تريلر رياكشن طالما في جيليرمو ديل تورو كذا بروديوسر، وانا عارف ان جيليرمو ديل تورو من نوعيه المخرجين اللي بيشتغلوا في اي حاجه يعني، فاكيد ليه مغزى. طبعا برضو كالعاده ما تشوفش الفيديو ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. This town has told stories about me. Horrible stories. I have scary stories of my own. Sir Bellows. Sarah Bellows's book. When the stories write themselves, it all comes alive. You don't read the book. The book reads you. اوكي يا جماعه، ده يعتبر برضو تيزر مش تريلر، ما يعتبرش تريلر قوي. ما حسيته، مش عارف، حسه غريب قوي الفيلم ده، ما شدنيش قوي يعني. بس مش يعني هو مش وحش برضو، حاسه مش وحش، بس مش عارف. هو مكتوب ان هو بيزد اون ايكونيك سيريس، او تقريبا هو كان مسلسل ولا كان كتاب، انا مش عارف. انا اول مره اشوف اصلا التايتل بتاع الفيلم ده اصلا في حته، ما اظنش ان انا اشوفه في حته اي مكان تاني يعني. ما مش عايز اقول برضو متحمس له قوي الفيلم ده، مش عارف اذا كان ممكن اشوفه ولا لا الفيلم. بس التريلر هو ده، مش عايز احكم على الفيلم ده كان من اول كتيزر، لان انا شايف ان هو التيزر ده دقيقه وي يعني، ما قد ايه بالظبط، دقيقه ونص او دقيقه و40 ثانيه. ما مش عايز احكم على الفيلم من دقيقة أو 40 ثانية من مجرد تيزر صغير، أكيد هينزل له تريلر برضه، أوفيشال تريلر، لأن ده مش الأوفيشال تريلر. هشوف الأول الأوفيشال تريلر وبعد كده هحكم، مش عايز أحكم على الفيلم من دلوقتي. أكون صريح معاكم، مفيش أي حاجة شدتني أصلا خالص في التريلر. تقريبا اللي فهمته من التريلر إن هو شباب كده في دخلوا بيت، ان هما بيحاولوا يواجهوا المخاوف بتاعتهم عشان يقدروا ينقذوا نفسهم، او اللي هو البنت اللي قالت ان هم الكتاب اللي بيقراهم مش هما اللي بيقروا الكتاب.
الحته دي برضو حلوه. دي ممكن تكون الحته الوحيده اللي عدله اللي في التريلر في التيزر كلها، ان هو مش هم اللي بيقروا، مش هم اللي بيقروا كتاب، الكتاب هو اللي بيقراهم. يعني ندي له فرصه برضو في الاوفيشال تريلر وبعد كده بصراحه نحكم. يعني الكاست بتاع الفيلم زو مارجريت كولاتي، دي البنوته اللي كانت عملت فيلم اني، وفي برضو مايكل جارزا ده الشاب اللي كان عمل فيلم هانجر جيمز موكن جاي الجزء الاولاني بارت 1 تقريبا كان اسمه ادي، والمخرج الفيلم اسمه اندري اوفرديل ده تقريبا مخرج مكسيكي برضو معرفوش اي اعمال بصراحه. انا اول فيلم اشوفه له هو الفيلم ده، ممكن يكون هو كان عمل افلام قبل كده وانا معرفوش. الفيلم هينزل 9 اغسطس السنه دي، اتوقع ان هو ممكن يكون كويس، ليه لا؟ بس انا مش يعني انا تقييمي للتريلر للتيزر اللي انا شفته ده 5/10، مش هيزيد اكتر من كده لحد ما اشوف الاوفيشال تريلر، وممكن نسبه توقعي تزيد عن كده، لان زي ما قلت انا مش هحكم على فيلم كامل من مجرد دقيقه ونص او دقيقه و30 ثانيه فقط، يعني من مجرد تيزر. فهشوف الاوفيشال تريلر واقدر احكم يعني على الفيلم. بس ما عنديش انطباعات تانية اقولها للفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.